هلم يا سعد، أما وقد ابتلاكم الله بي وابتلاني بكم، فاعلموا أني لن أحتملها وحدي حتى أشرككم فيها، فتكون بعض حجتي عند ربي. أقول قد شاورتكم في الأمر على ما أمرت به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، والوحي يتنزل عليه بأمر السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك أمره الله بأن يشاور في الأمر. وإن كان الله تعالى قد أمر رسوله بالشورى وهو المؤيد بالوحي، فكيف بنا وليس لأحد من العصمة كما كان لرسول الله؟ وإنما نحن من الناس نجتهد برأينا فنخطئ ونصيب، وإن الرجل إذا استبد بالرأي فأخطأ وعزت عليه النفوس وتربصت به الدوائر، فكان أوهن له ولجماعة المسلمين. أما إذا رأت الجماعة رأيا ثم تبين لها الخطأ فيما رأت، فإنها ترجع عنه جماعة وقد برأ أحدهم من التهمة، فكان أوثق للجماعة وللوالي معا. وإنه لا خير في أمر أبرم من غير شورى، والرأي الفرد كالخيط السحيل يوشك أن ينقطع، والرأيان كالخيطين المبرمين، والثلاثة حبل لا يكاد ينتقض. بهذا أستفتح عهدي معكم، وإنه لحق لكم كما إنه واجب علي وعليكم.